لازم نعمل لازم نسنكرونيزي خاطر عندي صديق حافظين. السلام، مرحبا بكم متابعينا الكرام في راديو انتي في برنامج جديد وناقش لنفهم ونتطور. اول حاجه نعتذر على التاخير اللي صار، تحديات شويه في التكنولوجيا. موضوعنا الليله في برنامج جديد وناقش لنفهم ونتطور حول الشباب بين التكنولوجيا والقيم، مع مدام انس. مدام انس هي استاذه اعلاميه ومعلم خبير لدى مايكروسوفت لمده سنتين، وأيضا سفيرة في عديد المنصات التعليمية ومدربة معتمدة في مهارات الدراسة واستراتيجيات المذاكرة الحديثة. عسلامة مدام أنس. مساء الخير أميمة، مساء الخير متابعي راديو إنتي، سعيدة بوجودي معكم الليلة في برنامج جدل وناقش لنفهم ونتعلم. يعطيك الصحة مدام أنس. حلقتنا الليلة مش تكون على الشباب، نقول الشباب نقول هي الفئة المتميزة في أي مجتمع، اللي هي الفئة الأكثر حركة ونشاطا، وهي المصدر من مصادر التغيرات الاجتماعية. كيف نقول الشباب زادا نقول إنتاج وعطاء وإبداع في المجالات كافة، لكن كيفاش مش يعمل شي يحاول يبدع مع التغيرات اللي قاعدة تصير في الزمن هذا، التطور كبير في التكنولوجيا وفي المجتمع بصفة عامة. هذا كل مش نحكيه عليه بعد الغنية لطن اللي تلم نومبر المتابعين الكافي. أيوة، رجعنا لكم فيكم مرة أخرى مع مدام أنس. مدام أنس عسلامة مرة أخرى. يعيشك أميمة، ميرسي بوكو، معكم الليلة في برنامج في موضوع مهم يهم ويمس الناس الكل، العائلات الكل، هاجس أنا شخصيا نلمسه كل يوم عن طريق الأولياء والأساتذة اللي نتعامل معاهم، بما إني قاري في مادة كلها تكنولوجيا اللي هي الإعلامية، يعني الصدام ما بين التكنولوجيا والعائلة التونسية نعيشه كل يوم في خدمتي بطبيعتي. اليوم أنا معاكم كأم، كمربية، كمتابعة للشأن العام، وزيدا كناشطة في المجتمع المدني، ونوعا ما كونت فكرة على معناها علاقة التكنولوجيا بالشباب وبالعائلة التونسية عموما. بالطبيعة الأمور هذه يمكن تستحق دراسات معمقة، أمور علمية معناتها تكون مدروسة. احنا لا ندعي العلم، لكن نحاول نتناقش مع بعضنا، نفس الفكرة، نطرح المشكل ونحاول مع بعضنا نوصل الحل يتناسب مع خصوصية المجتمع التونسي، خاطر كل مجتمع عنده الخصوصية بتاعه، ولا نستطيع أن نتبنى حلول مجتمعات أخرى أكيد. مش نبدأ معكم الحصة اليوم بريزونتاسيون صغيرة، مش نقدمكم نقاط تحطوا يدين على نقاط معينة. مدام أنس صوتك قاعد يتقطع. كيفاش؟ صوتك يتقطع. مشكلة الإنترنت يمكن؟ باش نعمل واحدة واحدة. على الشباب بين التكنولوجيا والقيم. نعم، شوفوا الجافو الأولى. أما ديكالا شوية أميمة فراموس. وي. فوالا. أول حاجة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه مقولة شهيرة جاء المعروف أحمد شوقي. مش نخليو الحديث عن المفهوم والأبعاد بتاع كل حاجة من بعد، إحنا باش نحطوا إيدينا على نقاط مهمة عموما من بعد نحكي فيهم. يعني المقولة هذه معروفة في علاقة بأهمية القيم في المجتمعات في كل زمان وفي كل مكان. نشوف الجابوري من بعد. هذه كاريكاتور. نطلب من المتابعين انهم يتفاعلوا معنا في التعليق
اي متابع يحب يطرح سؤال مرحبا به، ينجم يكتب لنا في التعليق واحنا نقراوه. شكرا أميمة. يقول من بعد هي عبارة عن كاريكاتور. كاريكاتور هذه تفسر لنا أنه كل ما هو ممنوع مرغوب فيه، يعني يكفي أنك تعلق علامة ولا كلمة ممنوع على حاجة. وأكثر مثال احنا عنا هو سيدنا آدم وأم حواء، يعني كل ممنوع مرغوب، هذه حاجة معروفة. الديابو اللي من بعد هذا بوست سور انترنت سور فيسبوك في السوشيال ميديا حين تقيدو. الوغ فوالا، وصل. صانع السم لا يشربه، صحيح. يعني شوفوا في الصورة هنا عندنا زوز مؤثرين في العالم، واحد اللي بالماكلة والآخر اللي غذاء العقل وغذاء البطن، يعني كل واحد الغذاء بتاعه على شو مركز. يعني هنا الصورة تبين أن الزوز لا يتناولون السم الذي يصنعونه ويتعاملون عكس ما يبثون، يعني بيخدموا فيه وينشروا فيه، ما همش هما يعيشوا به. هذه وجهة نظر أخرى أو طريقة أخرى لطرح الموضوع. نتعداو الديابول من بعد عشان نوضح الصورة. كان بوسيبل جست تكبر شوية تصويرة سي بوسيبل. هذاك هو حدها يعني، هذاك هو الماكسيموم، اوكي هذاك هو الماكسيموم. نحاول بيت نكمل معاك. سي بون. جيت على الصورة هذه، كهو احنا ما حناش مش نزيد نقدموا حاجة أخرى. هذه كارت نوتال على كلمة تكنولوجي، اللي هي كلمة مكونة من دوز كلمات، تكنو ولوجي اللي هي تكنو تعني اوتي اي ا، ولوجي تعني سيونس اي اتيك. يعني هنا كتعريف لكلمة تكنولوجي ماذا تعني بالتحديد من ناحية نوموكلاتور، من ناحية التسمية في الأساس. كما كنا نشوفوا توا في اللي كنا نشوفوا فيهم قدامنا، يعني هما نقولوا نقاط يقع الجدل فيها يوميا تقريبا، في علاقة ما بين وفي صراع ما بين القيمة والقيم عموما والتكنولوجيا. وهنا بالطبيعة النقاش يطول ويطول، علاش؟ خاطر الأبعاد الموضوع كبيرة برشا. باش نبداو بالفكرة الأولى اللي هي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، يعني لا جدال فيه، أخلاق لا غنى عنها مهما كانت الظروف المحيطة ولا الزمن ولا المكان. الإطار، يعني إذا كان إن القيم لا يمكن أن نحكي على معناها إنسان متحضر وإلا تعامل سوي وإلا عيش سوي بصفة عامة، في الأخلاق لا غنى عنها مهما كان. يعني باش نوصل نحكي ولا نحط التكنولوجيا في إطارها الصحيح، أول حاجة لازمنا نحط القيم في إطارها الصحيح. والموضوع هذا كنا حكينا فيه قبل أميمة من ناحية التربية طريقة التعامل وتربية الشباب والأطفال، أنه يعني الأسس الأولى اللي تبنات عليها شخصية الصغير هذاك واللي هي القيم، هي اللي من بعد من خلالها يمكن منع أو السماح أو التفاعل أو التواصل السوي أو الغير سوي. يعني فما بناء أسس بناء صحيحة من لون تكون موجودة، هي اللي تخلي المجال من بعد مفتوح في أنه ينجم يكون تفاعل إيجابي ما بين الجيل الجديد والجيل القديم كما نجم نسميه. بالطبيعة فما ناس مش تقول لي به اللي أخطأ في التربية، يعني ما فماش تواصل صحيح، ما فماش كيفاش نجم نتعامل بالصحيح مع ولدي ولا مع بنتي.
فتفوت معناتها كاسك جوسي. بس احنا باش نستعملوا استبيان، باش نزيد نشوفوا معناتها اراء وافكار العباد اللي دايرين بينا. استبيان كنت نشرته اليوم خصيصا للحصه هذه، لحظه اميمه، خصيصا للحصه هذه بتاع شاركوا فيه ناس من شرائح المجتمع المختلفه، باش نحاولوا يكون رايهم هما هو المنطلق نتاع الحوار نتاعنا. وي اميمه تفضل. اوكي، يعطيك الصحة مدام أنس. جوست قبل ما نتعداو للاستبيان، احنا توا كي نحكي ونقولوا الشباب اللي تربى على قيم صحيحة، اوكي معناتها سي سور انه المتربي على قيم صحيحة في كادر صحيح من بعد هيك ينجم يواجه اي حاجة من التغيرات الاجتماعية اللي قاعد يعيش فيها ومن التكنولوجيا اللي قاعدة تتطور كل يوم. لكن مدام الشباب اليوم يعيش في تشتت واضح، معناتها ماهوش يعرف الاهداف والغايات نتاعو، هذايا كل نقوله احنا اسكو هذا اكوز للتكنولوجيا اللي قاعده تتطور كل يوم، والا من هو اصلا حتى كان تربى في كادر صحيح معناتها هو تبقى كالثغرات الموجوده. هو عموما في التربيه والا في ليديوكاسيون، يعني في التعليم بصفه عامه، التربيه والتعليم بصفه عامه، ما ثماش قاعده موحده للناس الكل. يعني انه تاثر او ما تاثرش، هذا يكون حسب شخصيه الانسان وتكوينه والاطار الاجتماعي والسوسيولوجي اللي عايش فيه، هو التاثيرات النفسيه والتجارب اللي عاشها وتكوينه البيولوجي والفيزيولوجي والحبنتي كله وثقافته كله. يعني معناها سي كومبليكي، ما تنجمش تحصرها، يعني ماهيش حاجه تتحصر. كما قلنا لكل مقال كل شخصيه وعندها، يعني نجم احنا نكون في نفس العائله ونلقاو لي بارون فيرماتيف، يعني يسمحوا للواحد من اولادهم انه يتفاعل مثلا مع لي ريزو سوسيو مع التكنولوجيا عادي، ما حد اخر يمنعه من عند بيته. نجم نراوها الصوره هذه، اي بورتون الزوز متربيين في فرد اطار، خاطر هنا الشخصيه هي المختلفه. دونك هنا النقاش يطول شرح، وامانه مش نركز شفتوه على فكره معينه اللي هي انه اسكو احنا نعرف الساعه ك راشدين وعارفين وفاهمين وخايفين على اولادنا وكذا، اسكو احنا فاهمين كيفاش نتعامل مع التكنولوجيا الساعه باش ننجم نحط روحي انا نحكم ونقدر الامور بالنسبه لولدي والا بالنسبه لبنتي. يعني اذا كان انا ما نعرفش الشيء اللي فيه، ما نعرفش، ما نجمش نقول ولا نفسي اني نصدر الحكم بالاي ولا بالله، نجم نخليهم حاجه خايبه في اطار معين، والعكس بالعكس معناها فكره غلطيف. شو نشوفوا خلينا نشوفوا هكا حسب التقرير المجتمع التونسي كيفاش يفكر. الاستبيان هذايا شافوا فيه حتى توا 60 شخص، بطبيعة الاستبيان هذايا الهدف منه ما حطيناش لا أسماء لا حتى شيء. نزيدو نكبروا الإكران فنية تلوي قابل لا في شركة شوية ساعة تاخذ شوية أميمة. فوالا السؤال اللي طرحناه في الاستبيان الأول، هل تعتبر التكنولوجيا مضرة بالنسبة للأطفال؟ على 60 شخص الإجابة كانت نعم بنسبة 38% ولا بنسبة 37%. يعني شوفوا النسبة المئوية إنه قريب يتساوى أما لا أكثر منه نعم. يعني نشوفوا هل تعتبر التكنولوجيا مضرة بالنسبة للشباب؟ نفس النسبة المئوية تقريبا، أما نحسوا اللي للأطفال المجتمع التونسي يشوف انه الاطفال هما اللي نجم يكونوا متضررين اكثر من الشباب. نزيدو نقدم شوي. لحمايه ابنائنا يجب منعهم من استعمال التكنولوجيا الحديثه، نعم ام لا؟ لهنا النسبه الكبيره 75% من المشاركين يعتقدوا انه لا، المنع ماهوش حل. كما كنا نشوفوا هذا يرتبط ارتباط وثيق بالديابول اللي شفناها بكري، انه كل شيء ممنوع مرغوب فيه. يعني ما عمره ما ينجم يكون المنع هو الحل، ولو انه فيها نقاش لدى النقطه هذه. هل يمكن الاستغناء عن التكنولوجيا؟ هنا بالخاص بالاجماع 88% من المشاركات
يقولوا المشاركين يقولوا اللي لا يمكن الاستغناء عن التكنولوجيا. ببساطة احنا نعرف ان التكنولوجيا اكثر حاجة معناتها هي تسهل الحياة، تقرب البعيد، معناتها تربحنا الوقت، نعرفوه هذا كله، يعني ما نجموش نركزوا كان على السلبي وكهو. نزيد نقدمه، هل يمكن الرجوع الى الوراء ومواصله الحياه باستعمال الطرق التقليديه؟ نشوفوا لهنا ثم شويه السكيزوفرينيا بتاع المجتمع التونسي. انا ما نعم نجمش نستغنى، انا نجم نرجع. شفت كيفاش؟ اي ولا ما هوش المقاربه لهنا ما تقابلش بعضها حتى طرف. شفتها؟ يعني التونسي ماذا بيه هكا وماذا بيه هكا، ما عندوش، ما يرتاحش، ما يثبتش على راي واحد. شفت منها ومنها. هل تساعد التكنولوجيا في بناء شخصية متوازنة مبدعة وناجحة؟ 70% يقول لك نعم، واللي قبل قال لك الرجوع إلى الوراء. ما فهمتش. ما فهمتش. حسب اعتقادك، هل أن التكنولوجيا تعرقل المسار الدراسي؟ 63% يعتقدوا اللي لا، 38% يعتقدوا اللي نعم، وهذا مش نرجعوا له، احنا ديما طغطوا على التربية والتعليم لأولادنا هم على الآخر. حسب تقديرك، هل أن التكنولوجيا هي السبب الرئيسي في انخفاض منسوب الذكاء عند الأطفال؟ نلقاه هنا 55% يقولوا نعم، و27% يقولوا لا. 45 و27 عندنا حسب المشاركات بالطبيعة اللي نتمنى. وميما كان تنشر الرابط نتاع الاستبيان باش المتابعين للحصة ينجموا يشاركوا معانا، باش نعطيك عندك الرابط الأخرى تنجم تنشره على مع الحصة. باش ينجموا يزيدوا يعطيونا رايهم. أكيد أكيد، باش يبدا حديثنا على أسس صحيحة، يعني احنا بمثابة دراسة مصغرة لواقع المجتمع التونسي وموقفه وغطاء للموضوع. هل تساعد التكنولوجيا في التعامل مع الشباب خلال فترة المراهقة؟ على 45 55% يقولوا نعم، 33% يقولوا لا. اليوم اعتبار الخوف، الخوف من التكنولوجيا نوع من انه الاستبيان قصت عليك، سامحني قصت عليك، انه رابط الاستبيان او في لي كومونتير جست يدخلوا ويعطونا رايهم في البرتاج. ماذا بينا المشاركات تكون مكثفة، خلينا في آخر الحصة نرجعوا للاستبيان نشوف تبدلت النسب ولا تغيرت في الاتجاه هذا أو هذا. هل يمكن اعتبار الخوف من التكنولوجيا نوع من أنواع الصراع بين الأجيال؟ يعني احنا كيف نذكر روحنا كيفاش ربينا والدينا، المنع موجود يعني لا وكاو، يعني ما حاجة ما نعرفهاش نقول عليها لا، أسهل لي أسلم طريقة. واحنا توا الأولياء نتاع اليوم قاعدين يعملوا في نفس الحكاية ببساطة، نجم نقولوا الخوف من المجهول. الخوف هو الخوف، الإحساس بالخوف أساسا منين يجي من قلة المعلومة ولا قلة القدرة على التعامل مع الشيء، لكن خاف نتعامل معه أصلا. هذا هو علاش نقول الخوف من التكنولوجيا، يعني هنا اني ما نعرفش كيفاش نتعامل مع الموضوع والا ما نعرفش ابعاد الشيء هذا اللي باش نتعامل معاه، دونك اسلم لي اني ما نتعاملش معاه. السؤال اللي بعد، هل تظن انه حان الوقت بان ينفتح الاولياء على التكنولوجيا الحديثه؟ 52% نعم والبقيه يقولوا لا. هل تظن انه حان الوقت بان ينفتح المربون على التكنولوجيا؟ عندنا 90% نعم والبقية لا. هل نحن في حقيقة الأمر نعيش أزمة حداثة أم أزمة قيم؟ يعني المشكلة في التكنولوجيا ولا المشكلة في القيم؟ هذه نقطة مهمة على الأخر مش نحكي فيها برشا برشا برشا، يعني أساس الأزمة هو في المنطلق من الأول، يعني عندنا مشكلة في القيم هذاك عارف كي تدخل معها تكنولوجيا تولي الحكاية أن كونترولابل، ما عادش تنجم تتحكم في الموضوع، والا احنا كانت مريقلة اما التكنولوجيا هي اللي جت سدتها. دونك هنا بالحق الفكره لازم نحكيو فيها اكثر،
78 يعقلوا، لا 78% يعقلوا انه احنا نبدا قيام بالاعتدال. هل انا السبب الرئيسي في رفض التكنولوجيا؟ هل انا السبب الرئيسي في رفض التكنولوجيا هو امكانيه معرفيه، يعني ما عادش نتعامل التكنولوجيا ما نتعاملش معها، امكانيات ماديه ما عنديش امكانيات اني نوفر الادوات التكنولوجيه، هذاك هو البلوكاج اللي عندي، رفض للتغيير اساسا، يعني حاجه ما نعرفهاش ما نتعاملش معها. شوفوا لنا 41% رفض للتغيير، وهي هذه هي النقطه اللي نحب نركز عليها، يعني رفض التغيير، انه الخوف من التعامل مع شيء لا نعرفه هو صراع مع الاجيال بالاساس. شوف كيفاش الافكار تتربط مع بعضها بشويه بشويه، يعني نجم نفكر ان نطور فكره عن طريق الاجابات اللي نشوفوا فيها. اخر سؤال كان تصورك حول كيفيه التعامل مع التكنولوجيا الحديثه. نشوفوا شويه من الاجابات اللي طرحت. نتعامل معها بذكاء مع استعمال الرشيد، يجب استعمال التكنولوجيا ساعتين في اليوم للترفيه على النفس واستعمالها في اشياء مفيده. واصل لترامب، نريد نكبر في الكتيبه شويه. نكبر شويه ايه. واضح عليك. التكنولوجيا هي مجموعه ادوات جديده ومتجدده، يجب على كل انسان ان يعتني بها ويتعلمها حتى يستخدمها بينه على حياته اليومية. يجب التعامل معها بكل دقة وخلق توازن بين ما هو تكنولوجيا وما هو طرق أخرى. المراقبة المستمرة بالنسبة للأطفال مع تحديد الزمن للاستعمال، أما بالنسبة للشباب لابد من توجيههم ووضعهم على الطريق حتى يكون الاستعمال هادفا وبناء. التعامل مع التكنولوجيا مع مواكبة العصر في حدود معقول دون الإطار. يعني لو كان نحصل الأفكار عموما، نعم لكن مع الترشيد مع الإرشاد مع المعرفة. يعني تذكر أميمة، نرجع للنقطة كنا حكينا عليها قبل في موضوع التربية، قلنا حلو الكتاب، أنا مش نقوم من ربي في ولدي، إذن ربي إن نحل الكتاب قبل، وأنا مش ناخد موقف التكنولوجيا مع أو ضد، يتم حل الكتاب على التكنولوجيا، ما نجمش نمتنع اني نتعامل معها التكنولوجيا دي. بالطبيعة قبل ما نوصل نتعامل مع التكنولوجيا والا نوصل ان نجتهد اني نتعلم منها شوية والا نفهم الابعاد نتاعها، ما ننساوش البعد بتاع القيم اللي مهم، اللي هو شفتوا النقطة الهامة فيه هو التواصل مع اولادنا. يعني شنو اللي يخلي الرفض هو اللي يكون الحل الاول بالنسبه لي؟ انه اساسا ما فماش لغه تواصل ما بينه وما بين صغيره، يعني ما فماش ثقه متبادله، ما فماش يعني قيمه معينه يعتمدوا عليها وطريقه تعامل يعتمدوا عليها من الاول. وهنا نبداو من الصغر، يعني 7 سنين الولا وطريقه التربيه اللي تلقاها خلينا نقسم الموضوع تو على بحث من ناحيه الاطفال، من بعد من ناحيه الشباب، بخاطر بالطبيعه الاشكال هنا تختلف ما بين الاطفال والشباب. تفضل امين. قبل استاذه من تعديو للشباب والاطفال، الخوف من التكنولوجيا نتاع الاولياء هو خوف من المجهول، صحيح، لكن فما برشا اولياء مطلعين على التكنولوجيا ورغم هيك يمنعوا التكنولوجيا على اولادهم. ايه وحاليل الكتاب هما حاليل الكتاب فما نقطة ساعة باش نحطوا الحاجة في إطار. كي تقول تكنولوجيا شو معناتها؟ احنا المجتمع التونسي مش نقولوش النطاق، تكنولوجيا يعني فيسبوك، يعني انستغرام، يعني انت تحت تكنولوجيا ولا تحت شبكات التواصل الاجتماعي. أستاذة أنس صوتك يتقطع للأسف. أها. التكنولوجيا يعني مشكلة التكنولوجيا نقصد بها، خاطر احنا التكنولوجيا ناخذوها مع بعض شي لابيلة كله، كل ما هو يمشي بكليك يعني تكنولوجيا. داكوردو مسموع صوتي ولا؟ أي توا سبق مسموع صوتي؟
عادي. مسموح. الانترنت تاعتي مثلش كيف الجملة ما تسدش ظاهرة أميمة، قولي باش نعاود. مبي اوكي الله يبارك. ماشي شكرا. نعيش دونك لهنا زلنا أول حاجة نفهمه التكنولوجيا. مدام أنس خرجت، فوالا مرحبا مرة أخرى. كيف التواصل الاجتماعي؟ بي جوست لحظة أنت مدام وصلت أنس، على ساعة. خاطر جوست لحظة مدام أنس، خاطر أنت المشكل خرجت نتاعك حد يحل المشكل نتاعك بالضبط فيه، أنت وين؟ المشكل وين؟ وين وين معناها؟ خاطر التكنولوجيا لا تساوي شبكات التواصل الاجتماعي. الحقيقة معناها هي أوسع من هكا وأكبر من هكا. يعني إذا كان مش نحكيو على خوف الأولياء اللي نشوفوا فيه يعني. الخوف الكبير هو أساساً من شبكات التواصل الاجتماعي. هذه درجة أولى يعني. وبالنسبة لي أي حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا بالضرورة عندها علاقة بشبكات التواصل الاجتماعي، وهذا غلط. يعني أنا مثلا أنا قاري انفورماتيك، تسمع فيا أميمة؟ وين اسمع فيك؟ أنا قاري انفورماتيك وعندي متلمتي كيفاش يسمعوا ليزابليكاسيون موبيل. يجيني باغون يقول لي أنا ما نعطيش التليفون لولدي فرد مرة ولا لبنتي. ما يحبوش يستعمل التليفون. يعني كيفاش ولده مش ينجم يتبعني في الدرس وقت اللي هو ابوه قال له ما عادش صوت التليفون. فما تضارب هنا، فما امور ما تمشيش. يعني هو في تكوينه العلمي يلزم يتلقى حاجه اسمها كيفاش يتعلم، كيفاش يبرمج، كيفاش يصنع ابليكاسيون موبيل، كيفاش يتعامل مع الروبوتيك. هذوما الحاجات على التكنولوجي فيها استعمال التليفون والا التقنيات الحديثه الكل. اما اسكو بالضروره تكون عندها علاقه بالشبكات التواصل الاجتماعي، هذا هو اللي يفرق. لكن هو أستاذك يعني يعطيه التليفون، هو الطفل أوتوماتيك ما مش يدخل شبكات التواصل الاجتماعي، معناته نرجع هو للقيم، للبديل. هذا خوفه منين؟ نرجع للقيم. تعرف انت الولي اللي يمنع التليفون على ولده، انا بالملموس يعني هنا هنشوفه فيه احنا عند تلامذتنا. فما تلامذة عنده تليفونات بتسرق على والديهم، وعنده في عوض الكونت فيسبوك عنده 10 في كونت فيسبوك، وهم في بالهم اللي هو ما عنده حد شيء. شفت ايه المنع يعني شو شنو نجم هذا؟ يعمل؟ موجود هذا موجود بالملموس يعني احنا نشوفه فيه موجود. صحيح. دونك هو دونك ما هوش الولي حل. مادام، فوالا دونك مادام أنس هو الولي لازم يعطي ثقة في ولده، أول حاجة يكون مربيه في إطار القيم المناسبة. كيفاش يعطيه؟ معناتها يعطي فيه ثقة في نفس الوقت يراقب فيه من بعيد. نعطيك انا حاجه من الحاجات اللي عشتها في القسم عندي. انا تذكر استعمل نتعامل مع التكنولوجيا بصفه مباشره، دونك ينجموا يجيبوا التليفون على خاطر مش نستعملوه للتطبيقات اللي نخدموا فيها. معناها عادي انه يكون عنده تليفون. اللي فات اللي قلت لهم مدوا التليفونات وحطوهم على الطاوله، رانا مش نخدموا بيهم وقت اللي نستحقوا باش نخدموا بيهم. ترى نخدموا بيهم ما عادش تشوف في شادد التليفون وقاعد يستعمل فيه بسرقة منه. يعني هاو يشوف الوقت ولا يشافي ولا يبعث في مساج ولا يكلم حد من صحابه ولا فما نوعا ما تصالح مع استعماله للتليفون. يعني ولا فما ترشيد لاستعمال الهاتف في القسم. وبعدين ولا متاح انك تمده، ما عادش فما داعي انه يستعمل بالسرقة. فهمتوا العملية ولا؟ هي واضحة العملية، يعني فهمتك شنو تقصد، لكن هنا الأولويات كما قلت أنت مدام أنس تصارع بين الأجيال، معناتها إنه الولي عنده فكرة إنه الأستاذ عنده معناتها هيبة، عنده كادر معين ما لازمش يخرج عليه التلميذ، فهمت؟ هذاك أستاذك هذاك لازمك تحترمه بالسيف من عليك، تحط التليفون أنت على الطاولة سيم، معناتها ما فماش احترام. هذا الولي اللي معناتها نقول احنا متربي على قيم القديمة، احنا توا قاعدين مع التكنولوجيا وكل شيء. القيم تتغير، فما قيم قابلة للتغيير، فما قيم احنا نعتبرها قيم وهي مش هذيك هي القيم. يعني انه كيف شد تليفون على اقل احترام من الاستاذ نو. شفتوا كيفاش هي الفكره؟ انه كيف يستعمل التليفون بالسرقه على الاستاذ ومش يتبع في الدرس، ماهوش مركز معناتها. هذا هو معناه. انت كيف الحاجه اللي اشتغلته
قالوا راهو نجموا نستعملوها، اما راهو في اطار مش يجي من بعد ايتاب ديفالواسيون ولا تمرين مش نخدموه بالتليفون، حط غادي بعد شويه نرجعوا له. وهذا صالح للمواد الكل، مش خاطرني انفورماتيك راه. يعني ثم تطبيقات شفناها احنا في البرنامج نتاع ايجيتيك ودي اكسبرت، ثم تطبيقات ينجم يستعملوها الاساتذه الكل الاختصاصات الكل لتقييم تلامذتهم باستعمال الهاتف. وكانت تتذكر معايا اميمه في فتره ما وزاره التربيه كانت تعمل برنامج توزيع التابلات في المدارس الابتدائيه. يعني ما نجمش نقول حاجه خايبه، اما فلا اطار وكيفيه الاستعمال. هنا مثلا نشوفوا يوتيوب ولا جوجل تويتر ماسنجر عاملين بلاتفورم يوتيوب كيت وماسنجر كيت. نعرفوا اللي فما اولياء اي ماسنجر كيت. ماسنجر كيت هو ماسنجر كونترولي افيك بار لو بار لي بارون، يعني افيك كونترول بارونتال. دو تيل فاسون صغير ينجم يكون عنده كونت ماسنجر مش فيسبوك، ماسنجر باش يبعث ميساج ولا يعمل ابل فيديو مع ناس معينه الولي يختارهم، ينجم يكون حد من اصحابه ويكون الولي موافق عليه. واي محاوله لبعث معناتها انفيتاسيون والا شي يقبل صديق جديد يمر عبر الولي. يعني احنا نعرفوا ان الصغار يقعدوا في الجارد نهار كامل ما فماش تواصل مع والديهم جمله، ويستحقوا انه يكون ثم تواصل. امورنا الثانيه ساعات نلقاوهم يوقفوهم تليفونات باش يكلموهم كلام معناتها واحد، اما ابل تليفونيك عادي وكهو. نجم الطريقه هذه مثلا حتى في العائلات، مثلا حتى مش في الكادر نتاع الجاز، حتى في العائلات الصغار ساعات يلقاو روحهم في الدار وحدهم اللي ودين يخدموا الا مش موجودين. ما عادش فما في العائله الكبيره العم والعم الاخر حدا بعضهم، الصغار هاكا متونسين مع بعضهم. الصغير يلقى روحه وحده، معناها برشا اوقات يلقى روحه وحده محتاج انه يتفاعل مع الفضاء الخارجي. علاش ليه ما يكونش فما كادر معناها مراقب من طرف الولي بطبيعه، وينجم هذاك يتفاعل مع حد من صحابه، مع ولد خالته، مع ولد عمه. يعني ينجم يكون فما في اطار معين في كل وقت، ينجم مثلا تدخل اخته الكبيره مش تكلمه ولا تفقده ولا تشوفه. عباره عن كيف شغلين في يوتيوب على انك تشاهد الفيديوهات. مثلا نعطيك مثال، التكنولوجيا خايبه زي تكنولوجيا خايبه. نعرف اللي المراه الحامل كيف تحط ليكوتور على فرشها وتسمع وتحط القران، تستعمل في التكنولوجيا ولا ماهيش تستعمل في التكنولوجيا؟ تستعمل في التكنولوجيا. نعرفوا اللي صغير في كرش امه ينجم يطلع حافظ القران، يعني هو مازال ما تولدش وملكه الذاكره والذكاء اللغوي بتاعه ديجا تطوروا تطور كبير. يعني باش باستعمال التكنولوجيا سي فري. شفتها؟ يعني شفت التكنولوجيا وقت اللي تحطها في اطارها. باش انت كيفاش حطيتها في اطارها؟ المراه الحامل هذه اللي حطت القران وسمعته لصغيرها، اذا درا صدفه نجم يكون صدفه ساعات، اما اغلبيه الاحيان عن علم عن وعي. حطت الكتاب وقرات، قالت عرفت اللي صغيرها يسمع في كل شيء، هو في كل شيء يسمع في كل شيء. علاش ما يسمعش حاجه بيني؟ هذا عارف في تصرف ايجابي، دونك كان إيجابية التعامل مع الموضوع. نفس الشيء مع الـ مع الـ معناتها المراحل العمرية اللي من بعد. لهنا شكون يقول في الخارج يمنعوا التلفزة ويمنعوا التكنولوجيا على الأطفال؟ يمنعوا التكنولوجيا ويخليوا التلفزة. التلفزة عندها أكثر تأثير من يوتيوب ومن فيسبوك. تلسة توريك في الفيديوهات تاع المنجم تاع الشهري اللي تتسلك جوست توريك الفرصة تاع تفضل. استاذ اونز جوست كي تقطع كان تعاود لنا هنا مش نحكي على التلفزه، استعمال التلفزه في الاسره التونسيه. يعني العائله التونسيه لا تعتبر ان التلفزه هي خطر على ولادها. عادة زعما تقول شيء على بيبيسيتي وهذاك يتعارف مع الاخر تسمع فيها ولا اميم؟ ايه وهذاك يعني عادي، هذا كله عادي ان يصير شيء، ده ماهوش عادي. مش كل شيء
نجم نفرجوه ولادنا حتى اكيد من خاطر هكا ماهيش انترنت دونك ميساج عايز تخرجوه من الاولياء خاطر نعرفوها حنا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع نجم نقول ما نقولوش لا اغلبيه الاحيان اما بالنسبه لاي حاجه مغاير اللي ما تمشيش بيه نحاول نخدم لا اجري اولياء يكونوا في التليفون للأسف كنت واضح صوتك مش واضح لكن صوتك مش واضح قاعد يتقطع هو معناتها الولي عنده انه التلفاز حاجه عاديه كما كنت تحكي انت لكن التكنولوجيا تليفون والى البي سي يدخل للبيت ويلقى ولده شاد التليفون ولا شاد البي سي سي انتردي هكا كنت تحكي مش سي انتردي مي سي حاجه تخوف بالنسبه لي ما فيش ما تبيش عليها انا خلينا نشوف الحوايج اما اي حاجه جديده وقتها فما ان بروبليم في اوكي مدام أنس مازلت معنا؟ ألو مدام أنس مدام أنس بيه مدام أنس عندها مشكلة تقنية الغزو طايح الغزو طايح ايه على الاخر زيد دونك قاعدة تخرج وتدخل الاستوديو للاسف جبت انا توا فرحانة برشا ان الاستبيان قاعد ثم تفاعل ثم ناس قاعدة تدخل وقاعدة تجاوب في الاستبيان ثم تفاعل هذه حاجة مزيانة برشا كان ناخذ جوست مدام أنس تعليق المتابعنا محمد المصري قال أحب أن أبدأ أول تعليقاتي في هذه الحلقة بمقولة شهيرة ألبرت أينشتاين عندما قال بات واضحا وبشكل مرعب أن تطور التكنولوجيا قد فاق تطور إنسانيتنا أي المبادئ والقيم وإطلاق العنان للتفكير الذاتي والابتكار العقلي مرعب أن تطور التكنولوجيا قد فاق تطور إنسانيتنا صحيح أي المبادئ والقيم هنا يا مدام أنس إنه الشباب معناتها من درجة إنه التكنولوجيا قاعدة تتطور كل يوم وكل كل ساعة معناتها ولا ما يفرقش معناتها الشباب أكثر الشباب إلا ما رحم ربي كما نقولوا ما يفرقش بين الصحيح والغلط من كثرة اللي قاعد يرى فيه في المواقع التواصل الاجتماعي دونك صار خلل كما نقولوا في القيم اللي تربى عليها ساعات يقول لك نتبع نكون كما فلان فلاني ولا نكون نتبع صحابي ولا نتبع شبيه لي انستغراموز عامله هكا ولا فهمت كيفاش أكيد تلقاه متضارب نفسانيا معناتها داخليا بين القيم اللي هو تربى عليها أكيد كان تسمح أميمة رجع لي الفتاج على الإكران خليني باش نرجعوا للصورة كنت نشرتها بكري نستناوها تكبر شوية واضحة الصورة هكا الماكسيموم ما نجمش نزيد نكبر يعني نشوفوا في صانع الفيسبوك يقرأ في كتاب وفي صانع الأكلات الضخمة يأكل في عن كمية بسيطة من الأكل تسمع فيها؟ مين اسمع فيك؟ يعني هنا الصورة هذه شنو تحب تقول؟ إذا كان هو معناتها ابتكر ريزو سوسيال يعني فيسبوك ويجعل الكتاب هذا عن وعي بأهمية الكتاب مش معناتها فيسبوك خايف بالضرورة يعني هو طريقة التعامل مع الشيء اللي ابتكره مش طريقة التعامل بتاعنا احنا نقولوا احنا الشعوب العربية ولا الناس العادية هو مش كل الشعوب العربية بحالة في المشكل هذا مطروح في العالم الكل يعني المشكلة في طريقة التعامل مع الشيء هنا نحب نقول نقطة مهمة وهي صوتي واضح صوتك واضح 10 على 10 شكرا
فما هنا نقطة مهمة على الأخرى نحب نشير لها، إنه علاش نقول التكنولوجيا خايبة؟ وشنو هو اللي يخلي خلينا نجم نعاون ولادنا إنه يفهموا موضوع التكنولوجيا في حياتهم بالصحيح، ما تدخلش المفاهيم في بعضها كما قلت أنت بكري، ما يعرفش يحط الأمور في نطاق. التكنولوجيا عموما اش تعمل؟ قاعدة تجلب الأنظار إلى الخارج، يعني تجلب الأنظار لكل ما يحيط بنا من صور وموسيقى وألوان ومشاهير كما قلت أنت، يعني كل إلى العالم الخارجي. هيك علاش نقولوا الشباب شبيه سارح، مش مركز، مش مساهم، ولا كيفاش ساعات تحسه مساهم، مش عارف وين شنو يعني، شو يقول شنو ما يقولش. هذا نشوفه فيه في ولادنا راهو، هذا موجود معنا. الخلل وين بالضبط؟ انه صغارنا لازم يوليو واعيين، وهذا نحكي فيه حتى مع تلمذتي، انه القوه الحقيقيه في الانسان هي ان مش اوت. يعني لازم نعلم صغيري انه يكونكتي مع ذاته ساعه، من بعد يكونكتي مع العالم الخارجي باش نجم يفهم بالصحيح. المشكل في الشباب توا انه ما تعلمش يكونكتي مع روحه، انه يعرف روحه ويعرف شنو اللي يواتيه ولا ما يواتيهش، يعني انه يكون في علاقه وتسامح مع نفسه ساعه. ما يعرفهاش، ما تعلمهاش. دونك اي حاجه مشي لها من برا محلاها، اي حاجه خارجيه مش تجي مش تعجبه اكيد، خاطر مش تكون مزينه ومقصره في اطار يجلب الانتباه، دونك مش تعجبه، مش يولي يظن انه حياته هو والا طريقه عيشه هو غلطه، واذا ما تتغير مش هكاك، كيفاش تتغير ما يعرفش، اذا ما تتغير كهو دونك هو يبدا رافض كل شيء، باغ كونسيكون رافض انه يتعامل مع والديه، رافض انه معناها يكون فما حوار ايجابي بيناتهم، وبالطبيعه يلقاو فما لهنا صدام ما بين بعض، ما بين الولي اللي ما ينجمش يستوعب انه صغيره ولد لزمان غير زمانه، سبحان الله ما تنجمش تربيه بالقيم القديمه، راه ما احناش نحكيو على الحوايج الحرام والحلال، راه ما نخلوش غير، يعني فما قيم لا تتغير، اما المجتمعات تتطور، ما تنجمش نفس الحاجه والا العادات المجتمعيه اللي عاشنا بها احنا قبل تقعد تشاهد فيها غادي وما تتحولش. يعني احنا نشوفوا توا حتى الشعار نتاع الاولاد رجع كيما الشعار نتاع الستينات، في جيلنا احنا اللي توا شعره كيف كيف يا بابا، معناها حاجه ماهيش مقبوله، توا ولينا نشوفوا فيها من جديد، قبل كانت لا موضه. دونك شوف كيفاش انت، هذيك الشعر هي لغه، هي نوع من انواع التواصل، يعني هي لغه، هي لغه للتعبير عن الذات معروف، ولا طريقه اللبس ولا الالوان ولا كل شيء، يعني هو يعبر على ذات الانسان. يعني المجتمع يتغير ويتغير ويرجع ويعاود يتغير ويعاود يتطور، ما نجموش نرجعو بالدوالي، مش معناتها نستغناو على القيم الاساسيه. الفكره هي شنو؟ اول حاجه بناء حوار، يلزم الحوار، يلزم الكلام، يلزم نحكيو فيه الموضوع. انا كيف الكلام يقولوا لي بابا وماما ما يخليونيش نستعمل التليفون، وما يخليونيش نكون معاك في ميتين اونلاين كي نعملهم ساعات دروس، شفتوه في فترة الكورونا وإلا في ساعة باش يستفادوا خير، شفتوه احنا ديما عندنا في المؤسسة التربوية مشكلة نتاع الانترنت، ماذا بيا معناتها نمشي بيهم أوسع من حدود القسم باش الإفادة تكون خير. نلقى مشكل إنه الولي ما يكونش متعاون يعني في النقطة هذه، أنا أقول لهم خليوا الولي حاضر معاكم دون سوكا، علاش الولي يقول لا وكهو؟ ما تقولش لا وكهو، امشي مع ولدك فيما هو. كنت تتذكر شو أمي حكينا عليها في الرحلة في التران، ابني يحب يطلع التران وحده نبعته، أما نركب معاه من غير ما نشلق له لأني نعس عليه، يعني نكون معاه بكل بساطة، خلينا نشوف هو في الاخر يتعامل مع شكون الساعة، ويتعامل مع استاذ، دونك ديجا هو في اطار صحيح مش في اطار غلط، دونك مش عارف نقولوا لا، اصلا انت كي تقولوا لا ما عادش باش يفهم، مالا شنو هو صحيح، مع استاذ تقولي لا مالا شنو هو الباهي، شوف كيفاش، يعني اقرب للموضوع، ما تسالش اجا للاستاذ استفسر منه كيما جات وليه قالت لي بالحق تاع تقريب التليفون، اي والله قريب التليفون ما كانش تعرف،
فما تغيير صارت البرنامج نتاعنا، وتغيير في طريقة التدريس وفي محتواه وفي كل شيء تبدل. يعني تبدل خطير، ما يبدل خاطر العالم الكل تبدل فيه. يقعد وقتاش وبأنا درجة كل حاجة نعطيوها ولا نسمحوا بها، هذا هو الاجتهاد اللي بالحق الولي لازم يحل عليه الكتاب، مش يقول لا وراه ويومين. تفضل. يعطيك الصحة. أنا جست باش نزيد نقطة صغيرة، إنه أني حكيت مرة مع مربية قالت لي راهو الطفل كان متميز فجأة، معناتها ولا من التلمذة معناتها يجي في 10 و9. شنو السبب؟ إنه الولي بوه مش مانع عليه التكنولوجيا، لا مانع عليه إنه يمشي يلعب سبور. تصور أنت، قالوا حرام يلعب سبور، حرام. معناتها الطفل حط روحه في إطار في غرفة مظلمة ولا بالضبط، ولا معاش لا ينجم لا يقرأ لا يستوعب لا يحكي مع أصحابه. كل شيء قاعد كيك في القسم جثة، والحق جثة. قد تحكي لي المعلمة قالت لي ولا جثة هامدة. معناتها راهي كلمة صغيرة تنجم شخصية ولدك تحطمها. معناتها قاعدين نشوفوا في أقوى من هكا أميمة، قاعدين نشوفوا في صغار شفتوه في فترة الكوليج يحب يلعب فري فاير، يحب يلعب مع شنو، ولا يحب ياخذ التليفون، ولا يحب ياخذ الأورجيناتور، بالطبيعة المنع سابقة قبل ما نوصل غادي من الأول، لا من الأول هو لا من الأول، بالطبيعة هو يخرج للشارع يشحنوه، كيفاش يقولوا لك لا؟ أعمل 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 باش تفرض عليهم. إذا نشوفوا صغيرات يهربوا من ديارهم، يا تعطيه الاورجيناتور يا نخرج، يا وصلنا الغادرة. يعني الحكاية ينجم مظبوط. تولي على الآخر، يعني ينجم يكون هو شخصيته ماهيش معناتها قوية بما يكفي باش يعرف يفرز ما بين الكلام الباهي اللي يسمعه في الشارع والكلام الخايب، الكلام يمشي معاه ولا ما يمشيش معاه. يعني أنا نتصور اللي فما مشكل سابق قبل ما يوصل انه يقول لها ولا يقول لابوه ولا امه يا تعطيني يا ولي، فما مقايضه، يعني فما غضب، حس فما غضب. والحكايه هذه انفجار صار معناها من جراء غضب سابق، فما حوايج كانت مخبيه مش على خاطر التكنولوجيا، هي سبب ذريعه حرب هذيك. اما بالظاهر التكنولوجيا هي اللي عملت، ما نبداش نعلقوا في شماعة المشاكل نتاعنا الحقيقية التربوية اللي هي في الأساس الكل على التكنولوجيا وكهو. أنا أشوف يعني كيف نعلم تلامذتي حاجة جديدة ولا يصنعوا حاجة ولا يوصلوا لنيفو معين، نشوف السعادة والفرحة اللي تبدأ عندهم. ما عندكش فكرة يعني، وتجي لي فرصة إن شاء الله في برنامج إيديتك ولي إكسبرت نوريك شوية لقطات من الحاجات اللي نعيشوها مع بعضنا في التجارب اللي نعملوها والبروجي اللي نخدموها. يعني يلقاو رواحهم هاو علاش ما هاو علاش ما تنجمش تمنع، لأنها ببساطة هي لغة شباب اليوم، وما تنجمش تحكي مع غير بلغته سينو ما يفهمكش. دونك وهذاك لازم علاش تلقاو برشا مربيين، سامحني أمي ما كملها الجملة، برشا مربيين يعملوا مجهود جبار وما يوصلوش. علاش؟ خاطر ماهوش يستعمل في المفتاح الصحيح مع جيل اليوم. تفضل أمي. صحيح. يعطيك الصحة مدام أنس. دونك كيما كنا نحكي التكنولوجيا معناتها مش هي السبب، مش هي الشمعة كيما قالت مدام أنس، لا مش تعلق عليها مضار النفسية اللي يتعدى بها ولدك ولا نجم في مرحلة ما تنجم تكون هي تزيد توتر العلاقات، في معنى في معنى انه باش يتحداك، مش يتحداك وباش يعمل اللي انت في مخك ما تحبش ما تحبوش يعمله. وقتها لو كان خليه يمد التليفون قدامك بكل وضوح وبكل في وجه في وضح النهار كما نقولوا، وقتها اصلا ما عادش ينجم، ما عادش قايم به، ما عادش مشكل اساسي. فماش ما عندوش علاش باش يخبي، ما تصنعوش سيناريو نتاع اني نحب نخبي عليه، ما تصنعوش. تفادى الصدام مع صغارك بالاخر، تفاداه الصدام. حاول انك ديما تكون سوبل مع الوضعيه، حتى لو كان انت في قرارات نفسك ما تحبش ولا مش مقتنعه 100%، ما عندكش خيار، يلزمك تجاري الوضع، يلزمك تجاري الوضع، يلزمك تخرج. تحب يلعب بلاي ستيشن اقعد العب حبيبي، اسمها اللعب. يعني
كل شيء ممنوع مرغوب فيه. لو كان انت معناتها تعطيه مساحه مشروطه بالطبيعه، اكيد مشروطه ومقننه، بالعكس نجم انت تربحها فيه. احنا نضربها في العائلات، ام تحت سكاي بوكس والا المدام البوي رجل ولا العكس، هذا معناتها ان نحيو الانترنت والبو تلقاه يرجع. ديجا هنا ما احناش متفاهمين. فما عائلات وقت القرايه الانترنت مخصوصه، بس لا نرجع للانترنت. ينجم يكون حل بالنسبه لشخصيات تكون قويه شويه، بالنسبه معناتها تلقاهم صغار شخصيتهم قويه والا ينجموا معناتها يسمحوا لرواحهم تجاوزات. دونك ما عندوش حل، الولي يلزم ينزل عليه شويه. دونك هنا حسب تقدير الولي، يعني ما نجمش يكون، نجم يكون يستعمل كمكافأة، نجم يستعمل كعقاب باش يمنع فترة معينة مش على طول. يعني يوظفها بطريقة ذكية في تربية ابنه. يعطيك الصحة مدام أنس. دونك حكينا تو على التكنولوجيا ولا الطفل، نتعدل تو التكنولوجيا والشاب والشابة، الشباب بصفة عامة. كيفاش؟ وما سامحني صوتك ما كانش واضح برشا. قلت لك احنا توا من بكري واحنا نحكيو على التكنولوجيا والطفل، كيفاش لازم نتعامل مع الطفل والتكنولوجيا في اطار معين باش نجمو نتحكموا، معناتها في مش نتحكموا نقولوا لكن نعديو التكنولوجيا بطريقه صحيحه لطفلنا. دونك توا باش نحكيو على الشباب والتكنولوجيا في فتره المراهقه، معناتها كي نقولوا الشباب نقولوا فتره المراهقه هكا ولا تبدا من فتره المراهقه الشباب. دونك كيفاش تاني نخلي ولدي في التكنولوجيا، نخلي ولدي في المواقع التواصل الاجتماعي ونراقبه من بعيد. الحلول مختلفة وعلى حسب ديما. يعني فما عائلات المبدأ نتاعها تحب يكون عندك ان كونت في الريزو سوسيال، الباسورد يكون عندي، مانيش نشوفك لي ميساج نتاعك، أما الباسورد يكون عندي. اوكي. لكن فهمتك. اخر ما عندوش ما يخافي مش يبقى مشكل. مهم راهو انا قبل ما نتناقشوا في الموضوع هذايا نصلح على نفسي بصغير الساعه. يعني طريقه التواصل ما بيني وبينه الساعه، نحط الامور في اطارها ما بيني وبينه قبل كل شيء. من بعد هذايا انه يكون عنده كونت ولا ما عندوش، يستعمل ولا ما يستعملش، هذايا يجيك احلى من بعد. وي ميمة صوتك يتقطع جوست من الاول مي سافا توا. دونك يكون عندي المود باس كما قلت انت، اما تكون عنده حل من الحلول استعمال التكنولوجيا في كادر معين، نشاط تربوي والا نشاط اجتماعي والا حاجه تستحق اداه من ادوات التكنولوجيا. ونرجع ونقول راهي التكنولوجيا ماهيش بالضروره فيسبوك وانستغرام وتيك توك، فما ادوات تكنولوجيه نجمو نستعملوها بعيد على هذه الجمله واحده ونوظفوها احنا في الاقسام نتاعنا وفي الجامعات توظف وتخلق انرجي في القسم وتشحن الثلاثة الكل اللي حتى ما كانش مهتم واللي يهتم. يعني انا ما نجمش نمنع الايجابي اللي في التكنولوجيا خاصني خايف السلبي ببساطه. انا لازم نتعرف عليه السلبي وكيفاش نجم نتحكم فيها الحكايه هذيك، وكيفاش نجم نحمي ولدي منه ولا بنتي منه. اما او ميم طون ما نحيش، معناتها ما نسكرش الباب فرد مرة على خاطرها هي اصلا لغتهم. احنا كيف تولدنا الاكرون الوحيد اللي موجود هو تلفزه، وهما كيف تولدوا كل ما يتلفت يلقى قدامه اكرون، كيفاش تقولوا ما تستعملش؟ يعني ما يقابلش بعضه. ريت هذيا مش تتولد عليها مشاكل اخرى، مش تولي كي البودوناش، مش انت قلت لي لا على كذا ما لها وما نقراش ما لها وما نعرف شنو شفت. يعني هنا ها قصدك هي ما فماش قاعده، فما بالحق حالات معينه انه يلزم الحزم، يلزم على اذا كان وصل لنقطه معينه صغير ولا تختار. وقتاش احنا مثلا نقولوا اللي كان مش نحكيه على الضرب مثلا، وقتاش الضرب يولي ينجم يكون حل؟ وقت اللي صغير التصرف نتاعو يحطه في خطر ذاك الحد. دونك ما وصلناش لحد هذاك ممكن نقول الضرب ماهوش حل، نبعدوا عليه.
اما ولا حط روحه في خطر، والضرب هو اللي مش يمنعه، هو اللي مش يرجعه. اوكي، بطريقه معينه بالطبيعه، فهمت؟ نفس الحكايه بالنسبه للتكنولوجيا، وقتاش ما نخليش ولدي يتعامل بالتكنولوجيا، مع التكنولوجيا، وقت اللي حسيت اللي هي سيء مش تولي عليه خطر، الخطر اللي فيها نحيه، مش نحيها هي كلها. دونك هذا هو هو جدل راهو ما يوفيش، ماذا بيا لو كان فما تفاعل من عند المتابع للحصة، نجم يكون، لا نجم يكون معناها حاجة مهمة على الآخر. نرجعوا للاستبيان نشوفوا فما 6 إجابات أخرى، فشيء نعمل بارتاج، أنا معدي البارتاج ديجا. بالضبط. بالنسبة للاستبيان، السؤال هل يمكننا الرجوع إلى الوراء ومواصلة الحياة باستعمال الطرق التقليدية؟ معناتها جذبني على الآخر إنه الولي يعرف، عاد مش الولي لكن المجتمع بصفة عامة يقعد ديما يحل لك القيم القديمة، ما نقولوش قديمة لكن كما كانت القولة الموجودة، معناتها لا تربوا أولادكم كما رباكم آباءكم، يحبوا ديما يقعدوا على لا تربوا عليه هي القديم. هذيك، هي هذيك راهي منطقة الراحة أميمة، هذيك منطقة الراحة، زون دو كونفور، أنا هي أريحتي أنا، نرجع للي نعرفه، ما نحبش نجتهد دخل، وأنت لازمك تجتهد، في ديزولي الولي بتاع اليوم لازم يجتهد ويجتهد ويجتهد ويا رب يستر. زين سايبك اهو. إيه دونك فوالا. يعطيك الصحة. دونك هذا الاستبيان، نشكر الناس الكل اللي دخلوا عندنا معايا. 6 إجابات إضافية، فنشوفوهم الستة الآخر 6 إجابات تتحقق، نشوفوهم مثلش. التعامل مع إيجابياتها، التكنولوجيا، نحاول إن نكبروا شوية في الزوم. التكنولوجيا كما لها سلبيات لها إيجابيات، يجب التعامل معها بحذر بأخذ ما هو معرفي وإيجابي فقط، فبالنسبة لي تساعدني في عملي وفي إثراء زادي المعرفي، لكنها لا تعوض الرياضة والتواصل الاجتماعي بين الأقارب، لا تعوض إلا المطالعة، المطالعة، لذلك يجب الأخذ منها وليس أن تأخذنا وشغلنا عن اللعب مع أطفالنا والتواصل مع الناس. هذا يقصد الإن، يعني نركز مع الإن، يعني العائلة تركز مع بعضها، أنهم يقعدوا مع بعضهم، ما هذا ما يمنعش أنهم يتعاملوا مع التكنولوجيا. اما زاده ما ينساوش اللي راهو فما لما اذا تكون موجوده وحوار لازم يكون موجود. I think it depends on the way we use the technology and the user's awareness. هذايا طبعا انا اترانجي يتخلى معانا ويشارك. But it's necessary nowadays because the overgrowth of the population, so it has to keep the same rate of production of what the population needs without the technology. يعني نلقاو نفس الأخطاء، لا يجب الاختصاص التعامل مع التكنولوجيا على الاستهلاك فقط، قضاء الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يجب توظيفها في الابداع والابتكار. مثلا في الالعاب التكنولوجيه، الالعاب اللي يلعبوها الشباب، يعني في المتير نتاعنا نتعلموا، في الانفورماتيك نتعلموا كيفاش نصنعوا العاب، ومؤخرا حطيتهم في اطار لعبه يعني بالمعنات نتاعها ومقومات اللعبة، كانت لهم اكتشاف عظيم يعني، وهما اللي صانعين هاللعبة على فكرة، يعني البروجرام صنعوه هما، جست لهم أداة يعني كحت إلكترونيك معناها نجموا يستعملوها باش استعملوها كمعنات دو جو، كانت لهم حاجة خارقة للعادة يعني، ولدت لهم فخرة أنهم ينجموا يصنعوا لعبة بمقومات اللعبه في هو اونيفو بروفيسيونيل، مش اونيفو بروفيسيونيل، مي بمقومات اللعبه اللي فيها متعه الربح والخساره والصوت والصوره والكل يعني، وهو اللي صنعها شفتوا، حتى كان هي بسيطه هو اللي صنعها، فسي تخي امبورتون. وهذاك علاش احنا في الانفورماتيك بالذات معناتها البرنامج صغير دون سونس انه يجاري ويتماشى مع طريقة التفكير نتاع أطفال اليوم وشباب اليوم، وهذا هو الأثنية في حاجة، هي دعوة للأولياء اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش، مثلاً حتى مع زملائي جدا، التعاون مع الأساتذة ومع المربيين بالأخص في المواد التكنولوجية عموما، انفورماتيك ولا تكنيك،
على خاطر هما أقرب ناس يفهموا، أكثر ناس يفهموا التكنولوجيا وطريقة التعامل معها. موضوع يطول الحديث فيه أميمة، سعيدة جدا بوجودي معكم الليلة في برنامج جادل وناقش لنفهم ونتعلم. كلمة أخيرة، الحل لمشاكل الحياة هو الحب، حبوا ولادكم، سواء يحبوا كل حاجة أنتم تحبوهم يعلم بكل بساطة، وشكرا. يعطيك الصحة مدام أنس، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة على كل شيء، على حكيت وكل برافو. جست نحب نشكر المتابعين الكل اللي تفاعلوا معنا، يعطيهم الصحة زادة، ميرسي بوكو. الحلقة بلا بيكم ما تكملش، راكم انتم كل في الكل. شكرا مدام أنس مرة أخرى، كما كان تحكي مدام أنس، العالم يشهد ثورة تكنولوجية، دونك لازم نحلوا الكتاب قبل ما نمنعوا ولدنا انه الا بنتنا انها تتطور مع المجتمع، تتطور تشوف الحاجة الجديدة، تكسب الثقة في روحها. كما قالت مدام أنس، قالت فرحان انه هو اخترع لعبة، دونك هو ديجا كيكا تكسب، تعطيه ثقة في روحه انه يولي كابابل يعمل حاجة. فوالا، هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله في الحلقة القادمة. يعطيك الصحة مدام أنس، وان شاء الله ليلتكم زينة. الناس الكل على خير، تمام.